السلام عليكم. وين؟ صفا. لا بعد. واش بك؟ هاك مشيان شوية. لاباس؟ اه. والله غير لاباس حتى كنا نسيقوا. ثم عطاوني شوية عباس فيها زدت جابوهم. عقاب السياق. واش؟ غير الخير. واش غير الخير؟ راني جيت باش نشوفك. جيت باش نشوفك يا وليد. راني انتك. والله غير راني بيان كاع. أنا لهنا. واش؟ خوك جعفر. واش على بالك لا ولا خدمة لا قدمة راهو تسمى غير رايح جاي. واش نقول لك الدار قريب تريب يا محينك. ما كان والو. ما تريبش إن شاء الله راني هنا الريح ما يقيسكش. وأنا ولات لا روتريت يا وليدي ما تكفينيش. وليت تسمى تقدر تقول بلي راني حدو قدو. على بالي على بالي أخويا قولي ما يقلقش روحو كاع. لوك نص عليه يخدم وما ما حد. شوف كيفاش نبعثوا لهنا ما تقلقش راسك ماذا بيا تخرج يا وليدي ماذا بيا تخرج باش على الاقل انت اللي توقف الدار تسمع على بالك ملي راك دخلت انت لهذا الحبس هذا حنا هذوك رانا عايشين لهنا انا عايشين لهنا يا وليدي ما تقلقش واش تقلقش ها ام يعطوكم التفاح وين هنا؟ ها تاكل غير قلب الحباش بيك مليح شيكا فيها صحتك يا وليدي انا والله راه عنده مده ما دخلش في فمي انت تانيك ماكش داير حسابك بيها كيفاش مانيش داير حسابي بيها برا الدعوة ماهيش حاكمة خلاص شوف لك كاسافير اه تاع تلت شهور قسمة تنفن برك عندك غير التفاح واش حب هادي ماذا بيا نخليها ليماك على بالك تاكلها يماك اه من بعد دوك شوف دوك ما تقلقش روحك كاع قول لي واش يخصك انا نقول لك صح يا بابا بليتو يا وليدي كيف خلطت انا جيت ليك كاش ما تعطيني مصرفة على خاطر نقول لك صح رانا غير روز لوبيا روز لوبيا لوبيا روز انا شوف 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 انت تانيك ديفو ديفو تخلقني غير كيما بعت لكم دراهم اي بصح دراهم اللي بعتهم خوك الدم نص وطن نص تلا بروشين فوا الطفل هذاك ما تجيش تعطي له الدراهم الدراهم عطيهم لبابك شكون بابك يا اخي انا لا انت يا اخي بابك لان كي جا قال لي الشيخ محتاج اعطيت له ما تعطيلوش قال لي راح نتزوج اي راح يتزوج راح يتزوج راح يتزوج هذاك عطيهم لينا نخبي له ما ويخبي والو دخلها غير ماكله يا محينك غير ماكله مع اصحابه راه دخلها طفل ضاع شوف يا تقول لي صقم روحو سينو راسك اللي نوصي عليهم يجيبوا لهنا نجمع خباط من يدي هنا خلينا واش دانا دوك الخباط كاش مسيرفه واش بليد هاك اضرب اضرب ايه يا سيدي وش بيك انت اللعب اول ولا انا لا انا ما عندكمش انا وصي جيبو وبرا كيف الدعوة انت ماشي انا اللي انا برا الله الله انا يا انا لو كنت جاتني يا رب بالك تخرج وين برا انا شوف ترى احنا وضعك راس جيب الحد جيب الحد ما تعرفوش تعيش انا البروغرامي انا جيت لحق الشتا ما نخرج الحمد لله هاي الراي بوسني وليدي يا والاخر لو بلا خدمه اه. دوك نوصل عليه يخدم اه وي تي انا دوك نديرو له كسافير يجي يسمي هكذاك باش تخدموا على بابك بخير يا وما كانش انا عايز تصلي الفريز والله ما تخلص ما تخلص اعطيني قبل ما نروح اعطيني مسيرفه انا جيت لك عند راه ما بديت نشوفك شوف هاك حاله واش هاك شد يدك بهادو ايه شحال هنا هاك هاك روح روح في ستر ربي وقول لعجوز ما تقلقش راني وصلت جماعة كاش ما تجيبو عفاك انت كي نوصل يجيو حتى للدار راني نقول اسمع كاش ما نجوني براواك هاد البنان غير هاد البنان نخبيها خاش كان نخرج هكذا ما يأمنونيش هدي هدي يقول لي قول لي ربي معك انا خارج انا خارج منها وليدي هيا قال اخي تلقى الخير هكذا شوف ان شاء الله تهلا براحة سلام عليكم سلام عليكم يا ربي المامو عندك السلام عليكم سلام سختيك العزيز سيكتور لاباس انا اللي بعتك لا بلاش انت
شفت هادو جا دخلوا عندنا كريس دو بلاص هنا ولا هاد اللي تساع كاع جيت لهنا هي ها راه نروح عند القواصل هيها ولا القواصل منها خويا راح مكوتيني من هنا ربي واسع خويا مبالي اي جوستومون كي ربي واسع ما تجيش الطريق اخويا الجزائري ولا تشوف فيا جاي من هند ولا الجزائري اه والارض هذه كامل تاع الجزائر اه راني في رزقي وراك في رزقك ما فهمتنيش خويا انا ما قلتلكش ما تبيعش عيب عليا ولا حرمت عليك اللقمانه فهمت انا راني فاهم فيك باللي تنجم تدنا شويه بيسك بجيخ هذا ماشي خارج عليا انا بصح علاه ندنا انا وكان راني صنعها كيف كيف انا راني نبيع سلعه طبع وانت عندك سلعه طبع ماشي تاع كيما نقولوا توقع فيها الزحمه خويا شويه شويه انسان يكون بان انا انتلكتوال ماشي تمشي وتشفني راه في داك داير طيح بيا لا خويا حضرتك انا طيحت بك قلت لك الدنا ما ديرناش ضيق ونبيع صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وربي يعاونك خويا الله يسهل عليك ربي يعاونك الله يتقي الله وربي يعاونك صافي يا حاضر هذا اللي قال لك جا تالي وقال مالي خي جنسة هاي كان منا رد فادك ماشي خير ها كانت تدفي بالجنة رد فادك منا ما عندك عندك طاف واحد مريض واحد السلام عليكم سلام عمي كلي العزيز عمي ويدرات هما كات سيزون كات سيزون زجاجة هادي أجمل هادو ما البارح برك جابوهم لي شحال الأثمان اليوم والله شوف بيناتنا والله 40 بصح والله الا راك شاري 35 طلقها لخويا 35 ما تندمش عليها بيلا حرة هادي زجاج ماشي بلاستيك ولا على حنا تاع بلاستيك كيف هي تبلاستيك؟ تيني ايه سيري حبي يلبس حاجة لا بس جيب سلعة تجيب سلعة منها تمشي لك مش نجيب البلاستيك تدرح عين الناس شوف نقول الحاجة التجارة هذه فيها وعليها صدقني بالله فيها وعليها دوك انا كي قلت له بربي نربي راح انا نربي كيف تقول له زجاج؟ زجاج بلاستيك هذا زجاج 35 هذا اللي في وجهك بلاستيك هذا بلاستيك هذا وكا هذا بلاستيك بلاستيك الله يهدي ما خلاص اللهم امين الفناجل تاعك زجاج ما تخلطش الفناجل تاعك زجاج ماشي بلاستيك صح ما دريت بلاستيك خويا ربي يعاونك مالدي وبالك يجيب لك ربي زعما راني نبيع هنا خلاص انا كنت نبيع القريفه شيخ انت حدك بالك يا ربي يكون فانيتود ان شاء الله الى ما خافش ربي يكدرني على اسم التجارة في هذا المستوى ولا خويا او واقف قدامك تروازيام اني ميتين مي سوفري ندير خويا تروازيام اني ميتين ما تقابلهاش مع 5 سنين تاع البزنس انا ما بالي بالك ماشي شويه تزير انا نورمالمون حاجه كبيره ولا بقي قلتي انت تروازيام اني ميتين تخلعني ولا بس تروازيام هذا ما كان على 5 سنين 6 سنين ميتين كي تخرج انا نقول لك واش تولي دير واش وليني تكتب بالمالوك شو الكليفون هذا واش كاين في البلاد انا بورتوغي جمع ولا طبيب وانا على اخر تروازيام انا ما كملتش ما سبتش الكليفون على بالي باللي فيها قلت انا اليوم نجي نضيع وقتي فهمت من بعد هكذا لا بس هكذا فيها 100 بركه هكا ونضم نهار اخويا خدمي روحنا انا كنت نخدم رامي المجري ميطاليك شيخ كل شركه كلها الله غالب تسرق كيف رامي المجري ميطاليك؟ نعم تكسر على باش سي نور ما عنديش على باس الله غالب لي موا ما كاش قلت لهم ندي ماري وحدي انا نهب لك انا في صناعتي انا وهذه تسمى تداوي الحطام انا نضرب بتاعك نحبس لك مخك الله يبارك الله يبارك وصاصبوع على بالك ترمزين ميني ميتين صاصبوع قليفان ولا ميت عندك صنعة في الميطاليك اي اي انا امان وتبيع المضر تاع بلاستيك ايوا شحال هي مشي بلاستيك تاع زجاج خويا انا بالك تاع زجاج ماذا تحب نبيع لك سيرفيس دير زويجة ولا ربيعة هذا هو نعطيك جوج مدلي هذا شحال لا نعطيك هذا خدم بيه المدرات كيفاش من دوك شحال تسمع دوك اللي تلاقي بيه انكسر صحيح ابو مكان وانا ابو مكان وانا رانا خوا في القماش وانا كان دبر علي تاع تخدم فورم تاع والله غادي مش غادي انت عارف شحال يعني قلت له صافي واحد العام نرمي على ولا باس انا داير مسير في لاكوتي انت فاش في الحقيقه راني ناوي نقول لها عم نقعدش هنا سبام كان هنا ولا ها خد سيد برا نقول لك حاجة أنا نحكي لك أنا سيد برا خرجت وفاقونا تا
تاكالا قلنا تاكالا ما لا خطره قلت بنادم يخرج دايم يروح ويخرج رجله وان شاء الله بربي ينقلع اسمع نعطيك عفسه شو اختك ما في الناجل الخبطه هذا ما عطنا مو فرا ترى احنا نديهم كحوله انا هذه ليش حاس قامت لي هذه من البورطه ثاني راه فيها البورطه يعني البورطه بنخاف خاش كان ينفض ين كانك على بال يا فيها ادم شحال يسخم لنا البيع؟ ربما لا بيع فين ميزان؟ انا نقول لك صح انا السيكتور تاع الموضوع كاع ما درتش اي صح قول لي شحال مثلا هذه شحال تستقام؟ فهمي لك هبلت انا اش نفهمي؟ اش بيك؟ شحال هذه؟ هذه كي تهبل تهبل ما ديباسيش 7500 بيع شحال تدي في الحبة؟ انا نبيعها ربع يا باس تبان خاوتي واش كاين؟ والله او انت انا نقول لك انا شو تريح معايا تنجح باك مجهد باين باللي انت يا قنابسي كبير باك ما راكش مالك لعمرك 200 يعني انت يا انت يا هو هذا والله هو هذا باش نوا نجم نقول لك حاجه الريسك تاعها واعر هي فاهم فهمت لازم تقول عندنا الرغبه وليمون اللي خاش فيها الجري الجري هي ما نقولوش كل واحد يقول لي بزنس دي لازم يجي كيما دوك انت تخدم معايا لازم يستفد فيك ميديكال صح انت طبيب جوز الروح فاهم نقول لك حاجه فاهم توا ركبة واش كاين واش ما كاينش واش ما كاينش انايا انا عيطت لي ناصر اخويا اخي ناصر متشرفين واش ممكن انت؟ بوعلام او بوعلام الله يبارك فيك بوعلام بوعلام الكيتوس عطيك الكيتوس على بالك ناصر نويدرات اي 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 هو تا هو والله غندير فيها جلسه انتيك ان شاء الله كيما الروندر تاعك هادو خدمتهم انا والله خدمتهم السيكتور تاعك شنو هو؟ خدمتهم شوف مشان نشوف بس نطلع 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 صح كيفاه ما كي جي نشوف طاح يا عمري عييت على بالك قول والله اقسم بالله يا عمري على ولدي عيا لوكا تقول لي شكون كان معايا في التليفون دوك ما تامنش صاحبك ايه صح شكون ها هذا صاحبك تاع بكري اللي كان يدير معاك لاكورس اللي معايا لاكورس اي واسمو ليس كون تروازيام هذا تروازيام صح آه. اني راني فرحان بك سلمك احكي لي بابا واش درت اليوم احكي لي برك واش درت رحت رحت مع صحابي وين نلعبوا لعبتوا وين لعبوا وليدي كلش لعبنا الضربه لعبنا تعبنا ولدي لعبنا رحت لهذيك الاخرى تاع زعما ديك باش ندير زعما ديك نديروا الدين وهاي وكلش لعبنا كلش قول والله لا هذا ما كان صح وين برا برا وين جاي برا هذه خيبه فاير برا كيما نقولوش دارنا كيما رانا دارنا هذه من الداخل كي تخرج من الباب هيك هذيك هي برا بابا واش في برا وني لك عباك تبان لك شحال من راسك لا باش نفهم برك هذه برا كبيره واش من جهه تاع برا ليكم كنت في الحومه تاع هذاك الطفل صاحبي وليد تاع ميسي داتي صح هذا واش درت اليوم ما تصبرش في الدار تعرف غير تضربني ما تضربك كذاب انا كذاب كذاب ايه وش حامل خطر نهيتك على الكذب الحمد لله ربي على وش تقسم بيا بابا كيراك تهضر هكا كتتهم فيا يوم القيامة اقسم ربي يدير لك تطح على بالك كيف انا كذاب بابا علاش تسمى انت ما تكذبش انا نكذب عليك انا ايه كاين كبار يكذبوا كي تحب نهضروا دوكا لافيريتي ديرك كاين اللي كبار ويكذبوا اقسم بالله غير يكذبوا هكا عنده شلاهم وكلش كيما تاعي وكذاب تعرفهم لا حول ولا قوة الا بالله ما
واش كذب؟ بصح واش كذبت انا؟ واش درت اليوم؟ قلت لك رحت مع صحابي تقول لي كذبت. ايه ايه واش درت؟ واش درت؟ لعبت. وين وين؟ لعبت برا في حومات تاع سيدان. راك سور بلي لعبت برا؟ ايه. متأكد من نفسك؟ بيان سور راني متأكد. واش تقولوا كان نقول لك ذي الحاج منصور هذا وي كان معايا في التليفون وقال لي بلي ضرب لي الولد وقريب عملوا عين. من عينو ما عميتوش عينو انك كدير هكا قاصني الوجه مين قاص خير في حبيت هبلني دوك ها مين عمري من هذا معايا جاوبني جاوبني اني نعم اني نسمع فيك بقى. كيف يا عجب ربي الصيف كامل ما كفاكش اللعب وكيدير مسين زيت راح تلعب هو قال لي يا طويل واش حب يعيط لك القاصف وي ما يعطيش طويل انا مش يعيط لوليدي انا ماما الله يرحمها مسكينك هي اللي كسلتني بالحلال كنت صغير سكن فمك سكن هضرتك كلمه زوج ماما ماما ملي ماتت ماما وليدي هي تدير بابا خاطيك طب لك لافيني تدير قسم بالله انا فعلك تضربني وتعرف غير تبخصني وكل شكون ماما يا حيا قسم بالله غير يدير فيك كثير شوف ضربك يا ضربك شفت يدي كيف راهم ملاح ملاح وتقاشر تاعك هكا ها؟ ها درنا هنا نسقم روحك واش نسقم روحي؟ نسقم روحك تقلب واش تقلب فيا بابا واش تقلب فيا ما عندي والو واش عندك والو هذا واش والو نحي يدك نحي يدك وراها شنو هذا؟ شنو ها؟ حلشة هذه قاعد تصيد بها الصباح هذه ايه والله بابا قول والله الله نصيد صباح وش الواوش ليه كبار كيما نقول لك بلالت سيد هذا زيد المنصور بلالت والله ما نزيد بابا والله ما نزيد بيت الحاج منصور بلالت بابا ضربته بصح والله ما نزيد خلاص والله ما نزيد بابا خلاص خلاص بابا ما نزعش قسم ضربته 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 بصح والله ما نزيد هو قال لي بابا يغلب بابا وقال لي يما طيب خير من يما كيبقى يدير لي خطر الهضره هذيك تو كيف هذه ما فهمتش قال لك الصح سكون صحابي يقولوا لي زعما كيكا نديروها مع بعض مع بعض مع بعض وبهذه بصح ما نضربش بها غير نشدها تحب ذاك نروح نطلبو السماح موليد صاحبك تروح درا عليك تروح بصح قول لي باك شحال من خطره قلت لي خلاص خلاص هذه هي التالية بابا دوكا خلاص لازمني نقعد عاقل خلاص انا يا اقعد عاقل انا خلاص تقول لك خلاص بصح انا ما تقعدش عاقل خلاص واش عندك في مخك؟ هاي نبداو من فك هاي شو نروحو نطلب وسمح قدام قدامه نقول له سمح قدامك نقول له قسم شحال من خطرة شحال من خطرة قلت لي نطلب سمح والله ما نزيد ها ها والله البارح شرابي ديني للمغرب لا تقبح لي شرابي ديني للمغرب تعرف البارح البارح كي دخلت برك انت رقدت ما حبيتش نجي نوضك في الليل انا باهي عرفت شكون جات سكاتة عليك ها شكون؟ جارتي تراك عارف واش كنت دير تقول لي جارتنا بابا ولي تقبيحة انا واش كنت تحكي مني تريزيتي شكون انا جاي دوز والله صح خلاص هاي شوف نبداو بهذا نطلب سمح من بعد هاي شوف الصباط نلبس صباطي نلبس صباطك ودوك نجوز زول البيت زيت وريلي واش دار في نفسي هاي بابا البس صباطك مليح خلاص بابا معليش بابا خلاص ها هاي بابا سكر صباطك يا موسيقي سكروا بابا ياك ما يبانش يشوفونا جيراننا وليدي ماذا بيا كي نخرج لبرا نزوق بيك يا وليدي عاقل هاي نبداو منطق نبداو منطق بابا راني حاب نستعقل اعطيني لوكاسيو راني حاب نستعقل كيف اعطي لوكاسيو حياتي هاي نبداو منطق وقيل ما نقول اسمح لي قدامك اقسم بالله شوف فينا من زيد تعيط لي وليدي قسما بالله العلي العظيم ثلاث مرات غير هذه اخر مره اللي نجوزها ان شاء الله هيا نوض قدامك الا وهو عفان السعيد فليتقدم مشكور اهلا وسهلا اخي الكريم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك اهلا وسهلا بك معنا في حصه مبدعون عن الهامش
على كل حال بدون إطالة تقدر تعرف روحك للجمهور الكريم. اي عفوني قاعد محموم شو نقول أنا في الحصة عرضني أربي جازة ولبس. أهلا وسهلا بك أخ عفان السعيد. الأخ عفان السعيد على كل حال ما قرينا لكش يعني أشعارك، فإحنا ماذا بينا لو كان تقرأنا بعض الأبيات الشعرية اللي كتبتها في أيامك لما كنت شاب صغير، يعني ربما إذا تقدر تعطينا ربما القصيدة الأولى اللي كتبتها. تعال كيف بديت نكتب؟ نعم اللولانيين قال نعم كتبت بزاف أنا على بالك بس شغل كنت نكتب ما نكذبش عليك نكتب هاكا سبتو كي نكون في السطح زمان صيف ولا وداير ليا حاجة كيفاش بس ندعمها ولا باش نبرد وجيني هذيك كي تشوف القرامد هاكا وتشوف ذاك الصوت يطلع تكتب كتبت خطرة تاع وحدة اللي تسمع أصحابي كاع قالوا لي أنتيك كاع أنتيك يعني فور ما تقمرش كاع راسك داني لاك بوست صوني داني طويلة تسمى وعندي جيب معايا واحد أخرين قادر نقراهم لك نكتب أنا شغل نعرف كيف مع عند ربي نحط ستيل ونكمل كيش قال أنا شغل نخمم ونكتب ديال رضا شفي كونتيني ولا كمل على أنت ما خاطر والد أنت عايت لعيط حمسة بعد ما ديش يأمن باللي عيطنا أيها الجمهور الكريم على كل حال أهلا وسهلا بكم معنا معنا عفان السعيد اللي راكم شفتوا يعني شفتوا يعني كيفاش تكلم معاكم وتكلم مع أولادكم انتوا وسامحوني على كل حال أنا شوية تلفت لي خاطش علاش لأنه أول مرة في حياتي يعني وين حسيت باللي بلي لازم لي نحبس التنشيط علاش سامحني كي نتكلم على الجمهور عندي قصيده نقراها لك ولا نقراها لك شوف مانيش مامن واش شوف والله نقراها لك هذه واحد الحمي حلل فيا باش يغنيها قال لي في بابا كسعيد طول الله والو باسكو عندي لازم واحد يغني فور تاع ما بياش السحور الظلمه ما بياش الحوش البراني بيا الفيزا يا ولد ما وعليها راني رايح مولي تسمى بروبليم تاع لي جان فهم كيف كان اللي قلبه معمر كان اللي حب يروح كان حراقه درت حراقه عندك حراقه كان الناس ما كان ديسجيلي ما يدناش ليهم واحد يغني مانيش عارف انا على بصح انا غنيت تسمى علي عندي وحده تاع دوك نقول لك شتكي هو صحابك قال البحر تبقى وحدك تاع الديكوطاج عندي وحده وعندي وحده ثانيك شنو هذا ايها الاخوه ايها المشاهدون مليح منين ذاك بنادم لو كان جا شجره كان جا مثلا بابيون خاطش عبالك حد عبالك كارثه كيما هذه يعني راني حاير واش وصالي لو كان جيت سجره قلت لو كان جيت سجره موضوع هاي لو كان جيت سجره ديروني زربوط ياما لو كان جيت حبل يربطوني كي الخيوط ياما اقسم لك بالله غير عطيت الشعر نتاعك كنت قادر تكتب خو شو بعدا واش قلت كلمه براس جرا وتاع اخرى اسمع خويا يا اخي الكريم على كل حال لا سعيد ماشي كريم سعيد والله العظيم غراك تمد لي سي جي ام حتى نورمالمون طايح انايا اللي جيت ندير نشاط وانايا اللي قريت الادب وقريت الشعر على راك عارف انا نورمالمون نعلق روحي انا نورمالمون نغرب طابلة بالماء باسكو سيتياسيون غراف سيتياسيون غراف فوالا نضرب روحي بالكف خايف نوالف ياما نضرب راسي الطبلة وجيني الغمة هبلة ياما لي سيجي تناطرو منك خويا راك مخور الله يعطيك نتمنى ان شاء الله ولا ما تنساش بحول الله الا ما تنساش انا عندي اخبار حبيت نوصل لك واحد الاخبار بالك ربما يعني تولي شاعر مور هذا الخبر راح نعطيهولك ما تنساش غدوه بحول الله أروح تصلي عليا صلاة الجنازة وإلى اللقاء أيها الشاعر المحبوب الجميل الله يعطيك ما تتمنى على اللي
ورمت لي الرحمة تاعي. اقسم لك بالله هذا الخدود هلا مخشح فيا. لا لا شوف غدوة الإدارة اللي بطالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشاعر. بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك، ألهمتني. غدوة تصلي علي كيما صلاو على الأولين، صلاة الجنازة رايحين يامه يا هذيك يامه تتكرر وراه يا الأخ، يامه تتكرر. بارك الله فيك، ربي يحفظك ربي يحفظك. غدوة نصلي عليه يامه يامه وراك يا الأخ. بارك الله فيك. على ضرب الرايم شاعر يا انا نقول لك صح بابا والله غير وليد كاع ما تعجبني بابا كاع ما في بابا هذا اقرا ندوك نوريك انا هايطوا لي زرامي ثاني هايطوا لي زرامي كم صحاب اللي قالوها ماشي انا فهمت اقرا غلطوا ماشي انايا الاخر هذاك اللي يسكن في الباطيمه اللي مليكم اللي هايطوا له زرامي ماشي انايا كم شي هايطوا لي تما كيعيطوا لي زرامي تسمى تا بابا الزنده كيفاش الزنده واش يعيطوا له وليدي واش يعيطوا له فرحني فرحني عيطوا لي باسمي واسمك يا وليدي واسمك اللي عيطوا لك صحابك واسمك ياك انت سميتني هذاك بابا منين ذاك تبان لي حاطه قول لي برك كيما نقول لك اي قول لي كي عاود ماشي انت ظلامي الناس الكل يجي تقطقوا في الدار عيطوا لي رضا عيطوا لي رضا باسمي خطرات عيطوا لي اسماوات وخلاص اسماوات وخلاص ها قال لي واش كتبت لا هات لا هات ضرب لي عام باش نفتح لك هياك باش تكتب باش تكتب مسيالة لا لا بيدك ولا برجلك حبيت نقول اسمع بابا مشي فتن بابا دير عليا هكا ما حسبت حقرني يا اقرا لي واش كتبت هذا خط هذا خط خط اقرا واش كتبت كتابه هاك انت ما قيدهاش كتبتك ربع سوايع وانا نقرا زيد ندخل الدار تقول لي تقرا ومش نعرف وتدخل روحك في الكراس هاي بابا قادر روح اسمع ما تعليش صوتك عليا فهمت راني باباك ونعرف كيف ربيك عالجية واش دي السبتة هذا ما تعرف غير السبتة هذا واش نعرف فيه كاش نهار كاش نهار بابا اقسم بالله كاش نهار شوف نهرب لك والله ما تصيبني تهرب انت تضرب بطناش تجيز طنجرة هذيك تهلك لها جدها تهرب هاش بدستين هاش بس يدوك ندير لك املا نشوف كيف الخطا على دير لي املا على دير لي املا انا جيت نفطر دوكا باش نعمل قرا انا باباك قلت لك ندير لك املا اش بدستين اي بالله في عينيه يا كوني انا ثاني نكبر ونولي بابا وليدي تعرف نكعبسه لا غير ولي سبع وكوني ظلاميط زنده تجاو في باباك التربيه الصالحه فهذه ماشي لافو تاعك انت يماك وما نجي نهضر معاك تقول لي خليه صغير كان انا ربيتك كيما نحب انا تشوف كيفاه اكتب سمعت الغلايه كيف كان سوني ان شاء الله كان سمعتك لا تيطا على راسك اكتب السماء يا اكتب اكتب بالمصطب اكتب عاصين من العاش نكتبها كان يا انا نحب كي نتكس اتكس اتكس الله يجي مني كسلك اتكس السماء زرقاء واش اكتب لي السماء في وتيول وعلى التاشد السماء احمر يا اكتب المصطب بابا سقم روحك سماء وزرقاء تجد سماء كحلاء يا اكتب المصطب انا ما كتبش تمسكر نقول لك صح بابا سقم الاملاء تاعك نسقم كتبتي شوف نقول لك وقسما بالله يا تكتبها يا عزيا انسبت وراسك يردك تاخذها اكتب 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 شنو تشوف سماء وزرقاء زرقاء وين وكي نقول لك تكتبها صفراء تكتبها صفر صح خط هذا خط ها خط خير من القط خط هذا خط هاني نتعلم بابا كيف حبيت الخط كيف الخط في حاليا الخط انا من السماء وبعدك يخرج من صباعيك بشوية يقول لك ادفع وبالتي هي احسن ها انت حافظ للامور غير اللي تساعدك اكتب جاء فصل الربيع وزقزقت العصافير واش تكفية ما عجبتك الجملة هذه وي ما خلعتني ولا تشتي تزعزق البقر بابا على بالك اقسم بالله انت نورمالمون ماشي بابا
انا وكان جات لي تايا من ماما ما تزوج بابا خاطيك التربيه تاعي. شوف اقسم بالله غير خاطيك. انا نقول لك يا اخي بابا يا بابا على بابا يا بابا على بابا. صح وليدي صح. يبقى نقول لك وراسك وراسك ما راك زيد فيها خط غير دوك نديك عند رضا هذاك اللي ضربته تطلب منه السماح بل نوري لك التربيه خاطيني ياه. امشي قدامي امشي قدامي امشي. انا نجي معاك نجي معاك بصح قول له ما يزيدش يقول لي بابا يغلب باب. يقول هالك وما تضربوش خاص انت عاقل ولا انت تربى. امشي امشي قدام امشي امشي نديك هكا. اطلقني اطلقني بابا اطلقني بابا. ارفد كرطابك ارفد كرطابك ارفد قدام امشي قدام امشي امشي قدام امشي.